الصالون ده هيقرب لك البعيد ويكشف لك الغايب، هيفند لك قضايا كانت ملخبطاك وافكار كانت تعب قلبك. خليكم مع الصالون واوعدكم هتندهشوا. انا وانت بقى بنسمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من سيرة مشهورة جدا اسمها سيرة ابن هشام. طبعا هي مش معروف قوي هي اتسمت ابن هشام ليه، لانه اللي كاتبها اسمه محمد ابن اسحاق. الاغرب والاغرب ان محمد ابن اسحاق ده اتولد سنة 703 ميلادي، وبدأ يجمع فيه الاحاديث وتوفى سنة 768 ميلادي. شوف انت بقى، يعني في ما بين وما بين الرسول عليه الصلاة والسلام حاجة بتاعت 120 سنة كده، قعد محمد ابن اسحاق يجمع في الروايات الشفوية اللي حصلت من 120 سنة. روايات بتتجمع شفوي. انا مش هكلمك على الصفاء الذهني للرواية، واذا كان محمد ابن اسحاق قدر يلاقي ناس فعلا حفظ الرواية متسلسلة بالعنعنة عبر 120 سنة، لكن انا هكلمك على حاجة اخطر. طبعا بين قوسين 120 سنة ده مسافة كبيرة جدا عشان تقدر تجمع كل الروايات الصحيحة، لكن الاخطر ايه بقى؟ الاخطر انك لما تيجي تقرأ سيرة ابن هشام هتلاقي فيها اساطير كتيرة جدا حصلت في جزيرة العرب قبل الاسلام. تنانين مجنحة، ناس بتدخل من النار وتطلع من الناحية التانية، ناس بتشفي زي ما يسوع كده بيشفي الابرص والاكمه، وناس بتحيي الموتى، وناس بتخش مغارة وتعيش فيها 500-600 سنة وتطلع، وراهب بيقعد يصلي قدام تنين بيطلع نار فيمنع البلد من انها تصاب بنار هذا التنين. اساطير ما أنزل الله بها من سلطان. طيب ادي 120 سنة اتملت خرافات، لكن برضو انا لسه معاك ان مش ده الاخطر. الاخطر في الموضوع ان محمد ابن اسحاق في سيرة ابن هشام بيعتمد على جمل غريبة جدا، بيقول جملة كده خدوا بالكم من دي، يقولك ايه؟ ويقول اهل العلم الاول. نعم يا فندم، يعني ايه اهل العلم الاول؟ دي بقى بتتكرر كتير، يقول أهل العلم الأول، أهل العلم الأول. سيادتك يقصد محمد ابن إسحاق هنا بأهل العلم الأول هم اليهود والمسيحيين اللي كانوا موجودين في بغداد أثناء قيامه بجمع هذه السيرة في عهد أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، أو في مناطق أخرى في العالم الإسلامي آنذاك، لأنه الراجل ده جه اسكندرية وقعد مع ناس كتير هنا في اسكندرية. يعني إيه أهل العلم الأول يا سيدي محمد ابن إسحاق؟ يعني كتب اليهود وروايات اليهود وروايات المسيحيين آنذاك، أصحاب الكتاب عن الرسالات السماوية وغيره. أهل الكتاب، يعني كان في ناس من أهل الكتاب من اليهود ومن المسيحيين كانوا من المسلمين اللي دخلوا في الإسلام حديث العهد بيه، زي مثلا مين؟ زي كعب الأحبار في اليمن، زي وهب بن منبه، زي عبد الله بن سلام، زي محمد بن كعب القرظي، أبو يعقوب في تدمر. كل دول اعتبرهم السيد محمد ابن إسحاق أهل العلم الأول. فخد الخلاصة أنه عمل إيه؟ انه خد كل الروايات الاسرائيلية القديمة عن الخلق ونشأة الخلق وعن الانساب وعن اساطير الجزيرة العربية وعن اليهود. خدها منين؟ خدها من بني اسرائيل ومن الروايات الاسرائيلية. يعني حضرتك كل هذا الكتاب سيادتك لازم تبقى فاهم انه مليان بقصص من الروايات الاسرائيلية المسجلة رسميا المعترف بها من محمد ابن إسحاق. يعني احنا بنقرأ سيرة مر على صاحبها 120 سنة، اتنقلت شافوي، يعني عن 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 ال 120 سنة، وصاحب السيرة بيعترف انه هو واخد من كتب اهل العلم الاول اللي هم الاسرائيليات، يعني باختصار كده، يعني ضامم اساطير فيها تنانين مجنحة وفيها قصص ما انزل الله بها من سلطان. 120 سنة يا جماعة شافوي، واساطير مليانة في كتب التاريخ، وكل ده وكل لما نقول نراجع نشوف الصح ايه والغلط ايه، ايه اللي بيتطابق مع القرآن وايه اللي لأ، ايه اللي مزروع لنا لغم في التاريخ مبوظ حياتنا وبيبوظ اجيال كتيرة وبيرميها في العنف، محدش بيرضى يصدقنا. يا خسارة. شوفوا بس الاساطير اللي عندنا قد ايه، عشان ما تقولوش على الاساطير انها دين، ونفضل نعبد ربنا بالغلط، ونفضل نفتكر انه الصحابة كانوا بيعملوا حاجة وهم عمرهم ما عملوها. ليه بنخلي الجهل دين؟ ليه بنخلي الجهل دين؟ حرام عليكم، ارجعوا للتاريخ
وهتندهشوا لما تقرب لهشام.